ما تخطئون به الأشاعرة مهما عظم هو أقل مما ترتكبون من فصل الدين عن الدولة. العقيدة السلفية بالضبط. نعم. في عمومها على صحيح. الرجل وعلى الحاكم وعلى كل الأتباع حاكما ومحكوما، هذه على ما فيش، هذه هي عقيدتنا وهذه التي نقول بها وندين الله بها. لكن نعم. فيما نعم. هو موجود وما ندعى إليه اليوم في اجتتات الحاكمية لله سبحانه وتعالى وإبعاد الحكم عن الشريعة، يعني هذا لا أن تكون أشعريا محكما للشريعة خير من أن تكون سلفيا. نعم. وأنا على عقيدة السلف لا خير من أن تكون سلفيا بها. نعم. بهذه الطريقة. نعم. أن تكون سلفيا عاما. نعم. في الفرد وفي الحاكم، فنرجو الله أن يكون هذا الأحوط والأصلح ويسعنا ما يسع السلف، ما وسع مالكا والشافعية وأحمد وأبا حنيفة والبخاري ومسلما. نعم. أما بهذا السلف وأنت تقسم ظهر العقيدة، تجي تقول لي توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وبعدين لما جيل التحكيم تصرفه، فلو كنت أشعريا محكما للشريعة ولو ذبح عنقك فأولى من أن تكون على السلفية بهذا.